إن حصل الإنسان وطبق السنة وعمل بها فهذا حسن، ولكن نقول لا يكون على حساب الزحام، ولا يكون على حساب مثلا في هذا الحر الشديد يقول إلا سأذهب أن أرمي في هذا الوقت بعد الزوال مباشرة مثلا. نعم. مع أن هناك في فتاوى الآن أجاز قبل الزوال. نقول لا تشدد على نفسك وتبتغي الأجر. الله تعالى ما جعل الأجر في المشقة. نعم، إذا جاءت المشقة تؤجر عليها، ولكن لا تبتغي المشقة من أجل أن تؤجر، بل بالعكس. لذلك انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخطب وراء رجل واقفا في حر الشمس ويقال له أبو إسرائيل وهم بني عامر من قريش، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل الذي واقف في الشمس، قال وقد نذر أن يقف في الشمس وأن يصوم ولا يفطر، اعتقاد منه إنه إذا عرض نفسه للمشقة سيؤجر أكثر. سيؤجر، وأنه يصوم ولا يفطر ويقف ولا يقعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليستظل وليقعد وليتم صومه، يعني إذا تم صومه خلاص لا يعني من بكرة يصوم وبعد يصوم لا. فلذلك كما قلنا الله تعالى رحيم بعباده رؤوف بهم. لذلك يعني انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه ذلك النفر، قال أحدهما أصوم ولا أفطر، وقال الآخر أصلي ولا أرقد طول الدهر، وقال الثاني لا أتزوج النساء. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال من يقول كذا وكذا وكذا؟ قالوا نحن يا رسول الله. قالوا يعني طبعا بين لهم بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أين نحن من رسول الله؟ رجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني فقال أما والله إني أتقاكم لله وأخشاكم له، لن تصلوا خشيتي لله وخوفي من الله وحرصي على العبادة وحرصي على الطاعة بمثل ما أنا كان يقوم حتى تتفطر قدمه. قال أما أني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.